صاحب الونيت، يا صاحب الونيت وخر على الخط، يا صاحب الونيت الابيض. انا الكابتن مناحي خلفك، الكابتن مناحي خلفك، انتبه لانظمة وقواعد المرور. يا صاحب الونيت الابيض يا ولد، انت يا ولد، انت يا ابو شرف كل حبل غسيل، انت اللي لابس احمر باحمر. خش بالحارة، خش بالحارة، يا الكابتن مناحي يتقدم، انت يا صاحب البسليتة خش يمين. قال لنا يشغل الغسيل الإلكتروني، الباص يغسل نفسه بنفسه، يرشتك نفسه وينظف نفسه ويلمع نفسه، ها إلي ما اتصل على ناصر عشان يشوف المباراة معي. قالوا ناصر تشوف المباراة معي ولا ما تشوفها؟ أبا كلكم الحين مشغولين. الله يستر عليك، الله يستر عليك، أبا شوفها عند أمي. مرحبا يما. هلا مناحي. لو سمحت يما، ودي اتفرج على المباراه، لان اليوم مباراه الهلال والنصر، مباراه لها حماس وطيس وغطيس طال عمرك، وفيها شامل جابر وماجد عبد الله واللاعبين كلهم، فما رايك؟ انا ابغى اتفرج على افلام كرتون. كما صرح ناطق رسمي بس. طيب يما، فيلم كرتون هذا يما متى ينتهي في ظنك؟ يعني ساعة كم؟ يدي أفلام كرتون ما تخلص. لكن يما الله يطول عمرك. أسكت. لكن ما لكن، الله يخليك، خليني أشوف الكابتن ماجد وبعدين تعال اتفرج على المباراة. بلا مباراة بلا كلام فاضي، الحين راح يبدأ مسلسل الكابتن وائل، اتفرج معي أحلى من المباراة اللي انت تتكلم عنها. لا يما، شوفي الكابتن سعيد ومعيض وسلطان وريحي نفسك، انا بروح اخذ لي دش واضبط نفسي طال عمرك واشوف لاي محل اشوف فيه المباراه. انا رايح نحفر الباطن عند عمي اشوف المباراه. مع السلامه. سوي اللي تبيه وانا امك، سوي اللي تبيه. انحاشم يا ولي ويلا، الظاهر اني ضيعت طريق حفر الباطن. خلنا لبي جنية واشوف المباراة بالحالي. لا اله الا الله، اكيد في واحد يحتاج مساعدة. لازم اساعد هالرجال، انا مناحي مثل تحت بالحال. يلا توكلنا عليك، يلا توكلنا عليك. جاك جاك الكابتن مناحي راجل المواقف الصعبه. ها لا اله الا الله، خير خير الحبيب، وش فيك؟ خير ايش فيك انت؟ خشتك وتكلم. وتر وتر ايه وتر وتر يا مناحي، يعني في القاموس العربي يا ولد يا مناحي، وتر وتر وتر، وش معنى وتر يا ولد؟ وتر ها، وتر من وتر، يعني وتر 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 وتر، وش وتر؟ وتر بليز يعني مويه يا بني ادم. ما شاء الله تتكلم عربي، انا احسب انك ما تتكلم عربي ابد. قل لنا مويه يا رجال، وابشر بعزك نجيب لك مويه.
عقل. Thank you, man. Thank you very much. Thank you very much يا أخي العزيز. والحقيقة ما في thank you على واجب. I'm Mr. John. I am he's Mr. Mnahi Limited. Nice to meet you. إيه؟ لا 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 إن شاء الله ما في موت يا أخ جون، ما في موت أبدا. وبعدين على فكرة أنا ما أتكلم الأطلياني وأفغاني ويوناني وباكستاني، وإن شاء الله إن شاء الله أني أسافر أمريكا أجيب شهادتين من هناك، شهادتين أتكلم إنجليزي وفرنسي، وأجي هنا أتكلم معك ونسولف أنا وياك، وما عندك أي مشكلة، ما عندك أبد أي مشكلة. أوه can you speak Arabic؟ يا رجال أقول لك اسمي مناحي ليمتد، مناحي ليمتد. عمرك شفت انجليزي اسمه مناحي ليمتد؟ شكرا مناحي انك انقذتني. اخ جون انا ودي اسالك سؤال مهم جدا جدا، انت من اي قبيله؟ قصدي من اي ديره؟ من اي ديره؟ قبيلتك وش هي؟ انا من منظمه الايكاردا. من الامم المتحده. كوفي عنان، كوفي بالحليب، ما شاء الله ما شاء الله، همشي الاخلاق. طيب يا حبيبي قل لي وش اللي جابك هنا؟ تدور ضبان ولا حباري ولا صقور ولا وش عندك هنا؟ ها قول. لا لا، الإيكاردا هي المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، كنت أقوم ببحث علمي عن المحاصيل الزراعية. يس يس أنا أعرف المنطقة البحثي لزراعة المراكز الدولية الجافة، أحسن ناس معروفين معروفين بيض الله وجيهم. ممكن تساعدني وترجعني للمخيم؟ أرجعك ورجع أبو أبو خلي قا 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 أركب 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 جدعاني ما واجع كلمة جناس لا ياوي جودي على ديار جابي ناشد فوق الباص ناويني للصيد وديارة لقد تم تحديد موقع الخبير الأجنبي المختطف في الصحراء، يمكنكم الانطلاق. ألو ألو أنا في طريقي لتنفيذ المهمة، انتهى.